ادخل. تمام يا فندم، مقدم جلال. خليه يتفضل يا ابني. اتفضل يا فندم. صباح الخير يا باشا. جلال يا جلال. صباح النور. اتفضل يا حبيبي. شوف. تشرب شاي. ماشي. شاي. شاي يا ابني عندي هنا في المكتب. انت عارف يا جلال انك انت عزيز عليا. والدك الله يرحمه كنت بحبه جدا. خير يا باشا؟ في ايه؟ انت عارف ان الشغل عندنا هنا في الداخليه محتاج مواصفات خاصه ومحتاج حرص جديد. ساعتك يا باشا قلقتني. في ايه؟ انت ماسك قضيه اليومين دول؟ ايوه. تعرف واحده اسمها اسرار؟ ايوه. دي ليها صلة بالقضية؟ أيوة سعادتك. طيب هي قاعدة فين دلوقتي؟ آه عندك مش كده؟ أيوة. تك شوف الظرف ده وقولي قولي إيه رأيك فيه؟ تمام يا فندم. ساعة الباشا. الحكاية مش كده خالص. الست دي أنا ماسك. أنا عارفة كويس أوي. بس التقرير اللي اتقدم قدامي دوت أقول فيه إيه؟ انت تعرف واحد اسمه شاكر؟ شاكر؟ ايوه جوز مدام اسرار. بيتهمك انك انت بتبوظ العلاقه بينه وبين مراته وبتستغلها في القضيه ضده. مش كده وبس، ده بيقول ان في علاقه بينك وبين مراته. يا باشا شاكر ده راجل نصاب. قبل ما ترمي الناس بالاتهامات عندك دليل؟ وبعدين انا عايز افهم ايه السبب في انك انت مدخل علاقاتك الشخصيه والاجتماعيه في القضيه لدرجه انك بوظتها؟ وبعدين ما قعدها عندك في شقه خاصه بيك ليه؟ لا لا يا جلال، المفروض ان انا كنت اقدمك للتحقيق، لكن انا خليت ضابط غيرك يكمل في القضيه. يا باشا القضيه دي قضيتي، انا مش هسيبها. لا هتسيبها، وده عشان مصلحتك. وانا اديت القضيه لعمر علشان يكملها، وانت بقى خد لك اجازه تريح فيها اعصابك. يا باشا انا مش عايز اجازات. الكلام انتهى، انا وكلت القضيه لعمر وهو هيكمل التحقيق. بعدين مش شاكر بس اللي مقدم فيك بلاغ، ده في واحده تانية اسمها شيري مقدمه فيك بلاغ، بتقول انك حاولت تعمل معاها علاقه ولما رفضت لبستها قضيه تعاطي. يا باشا الكلام ده ما حصلش. جلال القانون قانون وانا ما اقدرش اخالفه. تمام سعادتك، بس سعادتك برضه لازم تفهم حاجة مهمة أوي، أنا لا يمكن أعمل حاجة تخالف القانون. أي عمر، أنا بتصل بجلال ما بيردش، هو فين؟ في البيت؟ طيب ميرسي. الحمد لله لميا بخير، انا بس اعصابي تعبانه شويه وما كنتش عايز اكلم حد. طب الحمد لله.
تعالى بقى نقعد واحكي لي في ايه بالظبط. احكي لي. معلش انا مش عايز اتكلم. طب تحب امشي؟ لا لا خالص بالعكس. طب تحب نخرج نتعشى بره وتحكي لي على كل حاجه؟ معلش مش هينفع. يعني مش عايز تخرج معايا؟ اسرار انا استبعدت من القضيه. ايه؟ استبعدت من القضيه؟ ازاي؟ ادفع نص عمري واشوف شكله دلوقتي بقى عامل ازاي بعد ما ساب القضيه. ولسه انا هفضل وراه لغايه ما يرفضوه من الداخليه خالص. بجد؟ هتعمل ايه؟ خلي بالك ان ده كله يتوقف عليكي انت. انت لازم تفضلي مصممه على المحضر وعلى الاتهام. انت مش عندك صور تانية من الصور دي؟ للاسف الصور دي انا خدتها بالصدفه، يعني حتى ما كنتش عارفه انها ممكن تفيدني. مش مهم تتدبر، بس انا وراهم لغايه ما اربيهم هم الجوز. استحل. الله جرى يا محمود بيه؟ مالك قاعد ساكت ليه؟ هو ليه انطوان ما طلبش يقابلني في المقابله اللي. يا راجل احمد ربنا احمد ربنا، ده كان عايز يموتني. هتسال هيسال شيري قدامك اهي. انا مش مبسوط من التجاهل ده. انت قلقان من ايه بس يا محمود بيه؟ انا مش فاهم. اصحيح الا من حق، ايه حكايه ال 50 مليون اللي خدوا معاوني دول؟ ايه 50 مليون؟ اصحيح موضوع جلالنا السنه الحكايه دي خالص، احنا لازم نعرف. مش كده وبس، دي هاله كانت عندي النهارده في المكتب وخليت الموظفين يطردوها. ودي كانت بتعمل ايه هناك؟ انا عارف، كانت بتدور على اوراق ولا مش عارف ايه. ممكن تكون عارفه حكايه الملايين دي مثلا؟ اكيد اللي عملته ده بيقول انها مش هتسكت، واحنا كنا غلطانين لما افتكرنا انها سهله. مساء الخير. اتاخرت عليك ولا ايه؟ حبيبي اتاخرت، انا ما بحبش المواعيد المضروبه. لا 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 انا اسف، انا بس حبيت اجيب لك بنفسي نسخه من عدد بكره. بص يا ستي. الله ايه ده؟ تجنن شاكر. بص احنا مش قلنا بلاش انا؟ ليه بس يا استاذ شاكر؟ ده المقاله هايله والندوه كانت قويه جدا، وحضرتك ومدام شيري كنتوا متالقين بصراحه. طب يا جماعه انا هستاذن بقى، لازم اروح عشان حاسس ان انا تعبان وعندي شويه صداع. ماشي يا محمود باشا، مع الف سلامه. سلامه شاكر بيه. مع السلامه. باي يا شيري. باي. طيب انا كنت عايز اعرف ايه اللي مطلوب مني بعد كده، وعايز اشكرك طبعا على التزامك بمواعيد الشيكات. انا اللي معايا دايما كسبان. يعني انا السبب؟ لا يا اسرار، انا اللي اتعاملت مع شاكر بطريقه غلط. اعتمدت على انه انسان تافه وغبي، ودي كانت غلطتي. كان بيراقبني. ايوه شاكر ده انسان سيدي بيكره نفسه. انا مش عارفه انا ازاي اتخدعت في الراجل ده طول الوقت ده. قصدك انه انسان مريض؟ طبعا اللي يعيش شخصيه غير شخصيته يبقى اكيد انسان مريض، عنده شيزوفرينيا.
حسين نور. اشربي ايه؟ اخد قهوة. في قهوة مظبوطة لازم. انا مش عايزاك تزعل. لازم تفكر هتعمل ايه، هتواجه الموقف ده ازاي. مش عايز اي حد يحس انك انت اتهزمت ولا استسلمت. مينفعش. انا كل اللي تعبني اصرار اني حاسس ان انا عاجز مش قادر اتصرف. انا عمري ما بدات في طريق وما كملتوش للاخر، عمري ما فشلت. وبعدين انا متاكد ان انا صح. مش عارف اعمل ايه. جوايا بركان غضب وحاسس ان انا هنفجر. انا كمان كان جوايا بركان غضب. انا الدكتورة اسرار اللي طول عمري بحارب الغلط والفساد في شغلي. فجأة الاقي نفسي مجنونة وجوه مستشفى امراض نفسية ولوحدي، وكل اللي بنيته في حياتي يضيع في لحظة. اوعى تفتكر ان انا بكلمك بالقوة دي لان انا ست قوية. لأن أنا لقيت نفسي مسؤولة عن حق بنتي وحق كل واحد وواحدة في البلد دي. اللي قتل بنتي ممكن جدا يقتل مليون واحد وواحدة عشان هو يعيش. إيه؟ إيه اللي بيخليك تبتسم كده؟ أصل أول مرة أشوفك تحليل الأمور بالمنطق ده. الحكاية مش حكاية تحليل أو تفسير أو فلسفة. المشكلة إن كل واحد فينا عايز يبقى فوق القانون. طب ليه كل واحد مصمم إنه يبقى فوق القانون ليه؟ عشان كل واحد عايز يعمل اللي هو عايزه من غير ما حد يحاسبه. طب آخرتها إيه؟ تفتكري ممكن حاجة تتغير؟ ممكن نلاقي البلد دي في حتة تانية غير اللي هي فيها؟ ممكن قوي. عارف إمتى؟ لما نبقى صادقين مع نفسنا. انت لحد وقت قريب كنت فاكر انك انت قوة لان معاك القانون، وانك انت ممكن تبقى الايد اللي تكسر ايد كل خاين او عميل. وانا لسه عندي مبدأي ده ومؤمن بيه جدا، مش هتخلى عن ايماني ده ابدا. مش صحيح. اللي حصل ده خلاك تشوف اللي انت ما كنتش شايفه. اللي هو ايه؟ شاكر مثلا ممكن جدا ما يبقاش معاه اي حق، لكن ممكن يشيلك من مكانك ويهددك. شيري ممكن تتهمك وتبقى هي الصح وتبقى انت الغلط. مش هما اللي غلط يا اسرار، انا اللي غلط. انا اللي اتعاملت مع القضيه دي على انها قضيه عاديه، واحد اتقتل وخلاص. دول منظومه متكامله بتلعب بالبلد كلها. وبعدين ناوي تعمل ايه؟ قصدك ايه بسؤالك ده؟ يعني ناوي تعمل ايه؟ هتستسلم لشاكر؟ هتسيبه يهزمك؟ طيب ادام ناوي بقى تستسلم، يبقى سيب مكانك بقى لغيرك يبقى عنده القوة ان يقدر يواجهه ويتحديه. بس انا ما تعودتش اسيب مكان لغيري يا اسرار. زي ما قلت لك، لو بدات طريق لازم اكمله للاخر. انا عايز اقابل هلا. يعرفك منين انك قاعده في شقه العيله بتاعتي؟ مش عارفه. انت مش تليفونك الجديد ده ما حدش يعرفه غير انا ولونا بس؟ فعلا. يبقى في حد بيراقبك يا اسرار. قصدك تقول ان شاكر كان بيراقبني من ساعة ما خرجت من الفيلا؟ المنطق بيقول كده. الشخص اللي بيراقبك ده هو اللي قال لهالة على مكانك، وهو اللي بعتها عشان يعرف عنك كل حاجة. عايز يعرف تحركاتك خطوة بخطوة. غريبة. أنا ما خطرش في بالي كده خالص. واضح إن في حاجة مش طبيعية بتتدبر. في حاجة غريبة. حاجة زي إيه؟ أنت قلقتني، قلقتني يا جلال. حاجة من الاتنين. إما عايزين يريحوا دماغهم خالص، وأنا أهو شالوني من القضية، يعني ما بقاش في حد.
قصدك مبقاش غيري انا مش كده؟ بالظبط كده. عايزين يخليكي تتنازلي عن حقك وحق جوزك وحق بنتك. استحاله، مش ممكن ده يحصل ابدا. هيبقى قدامهم حل واحد بس، انهم يخلصوا منك نهائي. يقتلوني مش كده؟ بالظبط. على فكره انا عرفت مين اللي قتل مصطفى. مين؟ أنطوان قابل شيري وشاكر. لوحده. قابلتي أسرار؟ شاكر هو اللي كان قال لي على مكانها. اسمع، أنا عايز أقابل عم تعود. فكرت في الكلام اللي أنت قلتيه لي. فكرت في الكلام اللي كان شاكر قاله لي عن إنه عايز يعمل صفقة أدوية بره ويحط فلوسها في حسابه. فكرت في اهتمام أنطوان بشيري وبشاكر لوحدهم ولا كأننا شركاء معاهم في الشركة. وقال شاكر عايز يقنعني إن أنطوان كان عايز يقتله وإنه بيبعدني عن أنطوان عشان خايف عليا وعايز يحميني منه. أنا متأكد إن في اتفاق تم بينهم، والاتفاق ده إحنا براه. علشان كده أنا نويت أقعد على الكرسي وأدير اللعبة كلها لوحدي. أنا مش مطمن عليك في الشقة، مش مقتنع إن هالة جاية تعرض خدماتها للمرة التانية. لو بتحبك قوي كده كانت نفذت في المرة الأولى. مساء الخير. بعد إذنك عايز غرفة. حاضر. بطاقة. أنا هنا هبقى مطمن عليكي أكتر، على الأقل في ناس وأمن. يا جلال أنت كده بتخوفني. أنا أصلي متأكد إن الناس دي ممكن تعمل أي حاجة، عشان كده مش مطمن. أنت قلت لي مين قتل مصطفى؟ مش وقته دلوقتي. لا وقته، أنا عايز أعرف دلوقتي. اللي قتل مصطفى شاكر. شاكر؟ شاكر يقتل مصطفى ليه؟ عايز يبقى الكينج. عايز يبقى الملك، الامبراطور، عايز يبقى كل حاجة. بعد إذنك هشرب فنجان قهوة لغاية ما تخلص الجواب. اتفضلي. تشربي ايه؟ انت هتشرب ايه؟ برتقال. طيب اوكي. هنا عصير برتقال. الاوتيل هنا احسن مكان ليكي. شوفي بقى، انا وصلت الحقيقه لازم اقول لك عليها. ايوه يا باشا، قاعدين قدام مني. تمام يا باشا، تحت امرك. شاكر دخن جوزك سامح الله يرحمه، باعه، والملف اللي انت بتدوري عليه ده انسيه خالص. شاكر اكيد فرم. شاكر كان بيكره جوزك وبيحقد عليه، وشايف ان الدنيا اديت له حاجات كان هو اولى واحق بيها. مكتب محاماه كبير مشهور، سمعه كويسه، فيلا، واداله اسرار كمان. اسرار اللي فضل يحبها طول عمره. لما جه سامح واتجوزها حس انه خد منه كل حاجه. مع ان سامح كان بيحبه، كان بيعتبره زي اخوه. شاكر كان شايف ان هو الاحق بكل حاجه. كان شايف انه لازم يكون مكان سامح. يعني المكتب يبقى بتاعه، الفيلا تبقى بتاعته. حتى انت كان لازم تكوني مراته وام بنته كمان. ده مجنون بقى. بالظبط. جنونه ده خلاه يفكر ازاي يقرب منك، ازاي يلفت نظرك، ازاي تهتم بيه، ازاي يكون متحكم في كل حاجه تخصك. عشان كده كان لازم ابقى لوحدي. بالظبط. قتل جوزك وقتل بنتك ودخلك المستشفى. حاول يقرب منك وحاول يساعدك، لكن انت رفضتي كل ده وفضلتي على موقفك.
كانش فيه قدامه بقى غير انه يستغل مرضك ويستولى على المكتب وعلى الفيلا ويمضيكي كمان على عقد جواز من غير ما تعرفي. بس كان فاضل له حاجه واحده بس. ايه هي؟ انك دايما تبقي في ازمه، تحس انك لوحدك عشان ما يبقاش في حد غيره قدامك، عشان تستسلمي تماما ليه. يقتل مصطفى ويجيبه عندي الفيلا. مظبوط. راح لهالة وخليها تعترف بحاجات هي ما عملتهاش، واقنعها ان الكلام ده هينجيها من حبل المشنقه، مع ان الكلام ده كان هيوديها في 60 داهيه. طب وكاميليا وعوني؟ كاميليا لما عرفت راحت قالت لعوني، وكان مهم قوي لشاكر انه يخلص من الاثنين دول بالذات. اولا يخلص من عوني عشان يستولي على الشركه لوحده، ثانيا يخلص من كاميليا لانها اكيد ما كانتش هتسكت لو عرفت ان شاكر ليه يد في قتل عوني. ده ممكن، ده لازم يتعدم في ميدان عام. قبل اي حاجه وقبل ما نقول اي كلمه لازم يكون في دليل قاطع على الكلام ده. انا لازم اوصل شاكر ده لحبل المشنقه بايديا. انا مش هغلط نفس الغلطه مرتين ابدا. انا مش هاخد من وقتك كتير. اتفضل. تشرب حاجه؟ لا ولا اي حاجه، بس شوفي لي عندك حبايه مهدئ. انت عارفه الواحد لما بيعرف حجمه الحقيقي بيتعب، بيبقى عصبي، ممكن يتصرف تصرفات غير متوقعه. هو انت جاي تدينا هنا نظريات في علم النفس وتهزر ولا ايه؟ لا هزر ايه، ده انا جاي اسقفلك. وبعدين اوعي تفتكري ان انا هسيب القضيه. قضيه ايه؟ ما تقولش كده يا راجل، انت مقامك اكبر من كده بكتير. واضح انك فهمتني غلط. انا قصدي قضيه ال ايه ده، انت ما عرفتش ان انا طلعت براءه ولا ايه؟ غريبه قوي، مع اني كنت فاهمه ان واحد زيك يبقى عارف النمله مخبيه عيالها فين. ما كنتش متوقعه منك كده ابدا. كنت فاكره ان انت جاي تعتذر لي وتقولي انا ظلمتك يا شيري هانم. بس يلا خليها عليا. اوكي، شوفي بقى شيري هانم، اللي عملتيه انت والمتر المجنون بتاعك ده مش هيعدي، ولو كنت فاكرين اني هسيب القضيه تبقوا غلطانين. انت عارف ان اللي انت بتقوله ده اسمه تهديد، واللي بتعمله ده اسمه استغلال سلطه، وعارف كمان ان الشويتين اللي انت جاي تقولهم دول لو خد بيهم علم المحامي المجنون هيعتبرهم تعدي على الغير. ما كنتش متوقعه منك كده خالص. اوكي اوكي لا خالص، احنا مش مقصرين ابدا، بس انت عارف ان انا دلوقتي تحت العين يعني، واي تصرف مش محسوب ممكن جدا يعمل مشكله. ايوه مفهوم. لا خلاص ضروري فعلا ان انا اكون موجوده. اوكي طيب. تكلميني ولا حتى تسلمي عليا؟ هتقولي انك جاي صدفه ولا ايه؟ لا طبعا مش صدفه، انا عارف ومتاكد انك موجوده هنا وجاي مخصوص عشان عايز اتكلم معاكي. مفيش اي كلام بينا يا محمود. مش يمكن تكون في حاجه انت فاهماها غلط؟ انا فاهمه صح قوي يا محمود. اديني فرصه، اديني فرصة اشرح لك وجهة نظري.
ما فيش اي كلام بيني وبينك. اديني فرصه اسمعيني وبعدين قرري. مش هسمع اي حاجه، ما تحاولش. كلمتين مش هطول، هقول لك كل اللي عندي. اوكي هسمعك. عايز تقول ايه؟ انا عارف انك واخده مني موقف، وعارف انك لا يمكن تسامحي ان شاركت ناس انت شاكه انهم كانوا السبب في موت اعز الناس عندك. أقرب واحد ليا يا محمود، بس أنا خلاص فقدت الثقة فيه وكل اللي حواليا. أنت شايف شريك اللي بيعمل فيا إيه؟ وقفت أتفرج، ما حاولتش إنك تمنعه ولا تقول له عيب. أنت عارف إن أنا لوحدي ومحتاجة حد يقف جنبي. يا خسارة، أنا خلاص فقدت الثقة فيك تماما. آخر واحد كنت أتصور إنه يتخلى عني. أنا بعترف لك أسرار إن أنا غلطان. الفلوس عمتني وخلتني ما أشوفش أي حاجة في الدنيا غير نفسي. عايز أصدقك. أتمنى. مش غريب قوي إنك أنت جاي تطلب مني ده في وقت زي ده؟ أكيد في حاجة ورا الموضوع ده. أنا جاي عشان أقول لك إن شاكر ورا كل حاجة حصلت وبتحصل، وأنا أضحك عليا يا أسرار. محمود باشا يضحك عليه؟ يا شيخ. إيه الكلام غير ده؟ للأسف هي دي الحقيقة. ما تحت أمرك في أي حاجة تطلبيها مني، وعايزك تسامحيني. عايز أثق فيك؟ اثبت لي حسن نيتك. أنا تحت أمرك. مين اللي قتل مصطفى ودخله عندي في الفيلا؟ هتأكد وأمسك الدليل في إيدي وهقول لك. يعني أنت تعرف؟ تقريباً. هديك فرصة أخيرة، حراهن عليك تاني يا محمود، ومش هتخسري الرهان. عن إذنك. مع السلامة. بالمناسبة يا لونا، أنا ما عنديش مانع خالص إنك ترجعي للقناة، بس لو ما كانتش حاجة واو يبقى. حضرتك عارف يا استاذ صلاح ان انا عندي افكار كثيرة جدا. يا ستي انا عارف 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 انك ذكية ومجتهد وبتفهمي كويس قوي، بس انا الحقيقة في القناة محتاج حاجة قنبلة، عاوز برنامج كده يجيب اعلانات وشد الناس. تفهماني يا لونا؟ وانا عندي البرنامج ده يا استاذ صلاح. طيب يا ستي مفيش مانع، يبقى هاتي حلقة مكتوبة كده وهنشوف. اوكي، عن اذن حضرتك. اتفضلي. جلال بيهددني، واخد الحكايه بشكل شخصي، وده خطر جدا. انت ساكت ليه؟ انا بس بفكر، يعني جلال خلاص ساب القضيه وفي حد غيره مسكها، ما بيهددك ازاي يعني؟ بقولك واخد الحكايه بشكل شخصي، هو شايف ان احنا ضربناه في الصميم، اثرنا على شغله، شكله بقى وحش قوي قدام زمايله وصورته اتهزت، اكيد عايز ينتقم لكرامته. وكمان أنطوان كلمني وعاوزنا في حاجة مهمة. خير؟ لا مش خير، هو زعلان إن إحنا ما استلمناش حصتنا من الشحنة الجديدة، وكمان عايز يكلمنا في حاجة مهمة جدا. حاجة مهمة زي إيه يعني؟ معرفش، المهم إن هو مستنينا الساعة 9.